في خطوة نوعية على مستوى الجامعات السعودية، أصدرت جامعة الطائف قراراً بتطبيق سياسة موحدة بين الطلاب والطالبات بشأن الخروج من الحرم الجامعي دون تقييد لحركة الطلبة أو حريتهم في التنقل. وأوضحت الجامعة أن هذا القرار جاء استناداً إلى الأمر السامي المتضمن التأكيد على الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب. وتضمن القرار اعتماد العمل بالتنظيمات الخاصة بالدخول والخروج للحرم الجامعي في شطر الطالبات، والتي تشمل تحديد مواعيد السماح بدخول الطالبات والمنسوبات في بداية اليوم الدراسي بالفترة الصباحية وآخر موعد لخروجهم في الفترة المسائية، وإلزامهن بإبراز البطاقة الجامعية عند دخول الحرم الجامعي. كما اشتملت التنظيمات المعتمدة السماح بدخول الزائرات للحرم الجامعي بعد إبراز بطاقة الهوية وتعبئة النموذج المعتمد، وكذلك تحديد مواعيد عمل فرق الصيانة ليلا في شطر الطالبات. قرار جامعة الطائف، وإن أثار حفيظة البعض، يراه آخرون أنه مواكبة للمرحلة المتجددة التي تعيشها بلادنا. سنتحدث عن هذا الملف مع ضيوفي هنا في الاستوديو، ولكن قبل أن أستقبل ضيوفي في الاستوديو نرجع لموضوعنا وموضوع جامعة الطائف. وأسمحوا لي أرحب هنا في الاستوديو بكاتبة الرأي الدكتورة لمياء إبراهيم. دكتورة حياك الله معنا فيها. أهلا فيك، حياكم الله، وأهلا بجميع المشاهدات والمشاهدين. أهلا، نورتينا. وستلتحق بنا عبر الهاتف أيضا الكاتبة الأستاذة منيرة المشخص. أبدأ معك دكتورة، القرار اللي شفناه يتجه إلى المرأة مباشرة، كيف تعليقك بدءا على هذا القرار؟ القرارات ما شاء الله، ونقول هذه السنوات ذهبية إلى المرأة وعهد تمكين المرأة، وهذا يعني عشمنا من القيادة الكريمة. بدأت بالتدرج بمواقف مختلفة، ومن ضمنها يعني القرار السامي من خادم الحرمين الشريفين بعدم يعني صدور أي قرارات يعني تتعارض إذا لم تكن تدعم بقرار سامي موجودة منها، من ضمنها قرار جامعة الطائف. لما دخلت على الهاشتاج أو على الخبر هذا، فالقرار ما هو جديد، بل هو معمول فيه، ولكن إعلانه هو الشيء الجديد، وهذا لمنع الاجتهادات، لمنع الاجتهادات الفردية في منع الطالبات من الخروج من الجامعات. سابقا كان هذا مطبق، يعني أنا أذكر لما كنت أنا في الجامعة كان مطبق علينا أنه لا يسمح بخروج الطالبة، لكن كان قبل الساعة 12، كنا إحنا كلية الطب ما كنا نطلع قبل الساعة 12 إلا إذا كانت في استثناءات، لكنه كان لكل الطالبات أنه ما يطلعوا قبل 12. أيوة، يعني كان نوع من التنظيم، ولكن يعني تقبل فيه الاستثناءات إذا كانت من يعني استثناء مقبول، عذر طبي من ولي الأمر، تدخل أو غيره. بعض الجامعات لا، يعني فكانت تخضع للاجتهادات الشخصية أكثر من أنها تكون قرارات جازمة ويكون لها سبب أو مسببات لهذا الشيء. طيب، هذا القرار اللي جالسين نتابع تفاصيله ظهر من جامعة الطائف ومن مدير الجامعة مباشرة، لكنه ليس مطبق في كل الجامعات. أنت مع أنه يطبق في كل الجامعات ولا لا؟ لست أنا ولست أنت من يحكم، في عندنا قرارات وفي تنظيمات من فوق، وفي مصلحة تكون تخضع القرار إلى المصلحة. في ظل تمكين المرأة المعمول فيه على مستوى المملكة العربية السعودية، يعني كيف أنا أطلب من المرأة التمكين وأنا ما أعطيها الثقة حتى في أبسط القرارات، في مثل أنها تخرج من الجامعة أو ما تخرج من الجامعة. نحن نتكلم عن يعني فتيات بالغات، بعضهم متزوجات. مرة أثير الموضوع حول امرأة أنا بيخرجها زوجها وعندها حتى عقد الزواج وعندهم الهوية الوطنية وعندهم يعني جميع ما يثبت أن هذا الرجل زوجها على سنة الله ورسوله، ومع هذا منع أن يخرجها. هذه يعني كلها في النهاية اجتهادات شخصية، ما هي مصلحتها وسط أي قرار؟ أو كيف اجتهادات شخصية دكتورة؟ كانت إدارة الجامعة تشرع لمثل هالموضوع، إدارة الجامعة، ولكنها غيرتها بحسب علمنا الجامعة بعد ما أنا اللي أعرفه إلى الآن ما هو كل الجامعات. أيوة، فمعناها الموضوع ما زال يخضع إلى الاجتهادات الشخصية. لماذا بعض الجامعات تسمح لطالباتها بالخروج وبعض الجامعات تمنع الطالبات من الخروج؟ هل هذه البنت اللي هنا تختلف عن البنت اللي هنا؟ هل المجتمع مختلف عن في الطرفين؟ إذا كانت في قرار المنع، لأن إحنا حتى في الشرع الأصل الإباحة، في جميع الأحكام الشرعية الأصل الإباحة، إذا كان في سبب وجيه إلى المنع فليذكره هو هذا السبب، طالما ما صدر شيء قرار سامي بمنع الطالبات من الخروج من المدارس. طيب، تسمحي لي أخذ اتصال منيرة المشخص ونكمل حديثنا. منيرة حياك الله معنا في أهلا. الله يحييك أخ مفرح، الله يحييك وحيي ضيفتك.
الحديث عن قرار مدير جامعة الطائف بأنه اعتمدوا خروج الطالبات كالطلاب على حد سواء، كيف تعليقك؟ خليني أقول، أنا سمعت يعني طرف حديث الأستاذة، أنا ما عرفتها للأسف الشديد. هذه الدكتورة لميا إبراهيم. ونعم الدكتورة لميا، هلا والله يا دكتورة، هلا فيك. هلا نختمي لك، كيف حالك؟ عبر تويتر. أنا استغربت أنه الطائف هي اللي بدأت. اللي عرفه أنه لما صدر القرار جامعة الملك سعود في الرياض هي أول من صدرت القرار. أنا لي تحفظ على القرار لما نزل. خلينا ناخذ، أنا ماني مفتية ولا شيء، بس لو نتذكر الآية الكريمة يعني القرآن، أنه لما نزل الأمر بالصلاة وصل بالتدرج. كون أنك أنت تفتح الباب على مصراعي يعني وتسمح بخروج الطالبات في جميع المراحل، أنا بالنسبة لي أنظر أنه يفترض أنه يكون فيه نوع من التقنين، بمعنى أنه لا تفتح الباب بوابات للجميع. نبدأ مثلا بالدراسات العليا لطالبات الفترة الرابعة، يعني يعني بالتدريج على مدار سنوات، ولا أقول على مدار السنة الكاملة يعني. لأنه خلينا نتكلم أخ مفرح الدكتورة لم أنه جيل الآن غير الجيل السابق. يعني وزير التعليم لما صدر قرار السماح للطالبات وصدر قرار بالخروج وأيضا باستخدام الجوال، يفترض أنه معالي يعني مع احترام الشديد، لأنه عمل عملية استفتاء. ما أعتقد أن الجامعات رح يضرها أنها تعمل عملية استبيان استفتاء بين الطالبات بين أستاذات الجامعة مع أولياء الأمور. المشكلة عندنا إحنا في بعض الوزارات وبعض الوزراء يصدرون قرارات كون فيكون دون الرجوع. يعني أنت تستخدم هذه الطالبة بكرة رح تكون ولية أمر. يعني وش الهدف من الاستفتاء منيرة؟ يمكن هل ضمننا أن جميع الأهالي موافقين؟ وهل يجب أنه يوافقوا؟ هل يجب أنه يوافقوا جميع الأهالي علشان يتخذ القرار؟ لا، احنا ناخذ النسبة العظمى. انا طيب، بناخذ النسبة العظمى. خليني بقول لك شيء، هل الطالبات جميعهم ايضا ممكن انه والله ظروفها تسمح انها تطلع؟ خلينا نفكر شوية. كيف يعني كيف يعني ظروفها تسمح لها؟ ممكن ما عندها وسيلة مواصلات الا في توقيت ان ابوها يجي ياخذها. يعني انا إيه طيب، هم اسمحي لي منيرة، هم ما منعوا اللي تبغى تنتظر ابوها ولا اخوها، ما منعوها، عادي تنتظر براحتها. هم قالوا انه مثلا أنا طالبة. انا اتكلم بصراحة اكثر. أيوة. نحن لسنا مجتمع ملائكة ولسنا مجتمع شياطين. يعني انت تحفظك ليش انه الطالبات سينفلتون مثلا، تبغى تقولي كذا؟ انا ما لا انا ما اقول عملية امتلاك طيب. لا الحمد لله يعني، بس انا اقول ليش ما يستخدمون التدريج؟ يعني يبدأون بالمراحل الكبرى، لأنك أنت تتكلم الآن. إيه بس إيش الهدف من التدريج؟ وصلينا للهدف منيرة، أبغى أعرف تحفظك بالضبط على إيش. أنت ما تدري وش النتائج اللي راح تطلع فيه بكرة، الموضوع السماح للطالبات أنها تطلع وقت واحد. وش النتائج اللي تخوفك؟ وش النتائج؟ أنت ما تدري، ممكن أحيانا حوادث. لاحظ إنه بعد 4 شهور راح يكون في قيادة المرأة للسيارة، في موضوع من الحوادث. خلونا نقول احنا ممكن في تجاوزات اخلاقيه ممكن يا من الشباب او من البنات. يعني انا اقول لك لا، احنا مجتمع ملائكه وما احنا مجتمع شياطين. يعني المفروض انه يكون في تدرج بالموضوع، عمليه انه والله تفتح الباب على مصراعي، مثل ما تفضلت الدكتوره لميا، اما انك تطبقها في كل الجامعات ولا انه لانه اصلا انا بقول لك شيء، الجامعات جامعه الملك سعود استغرب انها حتى الان صدرت القرار ولا نفذته، جامعة الطائف نفذته. يعني يعني منيرة أنت ما عندك مشكلة أنه يطبق في كل الجامعات، ولا عندك مشكلة مع التطبيق، ولا إيش بالضبط؟ لا أنا ما عندي مشكلة أنه يطبق، بس بالتدريج. طيب تسمحي لنا أنا بقول لك شيء يا أخي مفرح. إيه؟ وينظر لنسبة أعداد الطالبات. يعني مثلا جامعة الملك سعود في الرياض، جامعة الملك عبد العزيز، جامعة ترى أعدادهم جدا كبيرة. هل بيستطيعون يضبطون الوضع؟ جامعة الطائف يمكن نسبة عدد طالبات جامعة الطائف. بس وش القصد منيرة بيضبطون الوضع؟ فهميني. أنا بقول لك شيء. أي تفضل. الجامعات بشكل عام أنت تلقى فيها جميع الطالبات من جميع الجنسيات. صحيح. من جميع الأفكار. أي. هل معقول أن كلهم أفكارهم سوية؟ كمان وصليني، إيش اللي أنت خايفة عليهم منه يعني؟ أنا ما أدري وش اللي ممكن تواجه البنت مجتمعها بكرة. حتى بقول لك شيء، حتى لا نتوقع أن يعني بقول لك والله ممكن يقول لك والله هذا الطالب
انه يمكن بعضهم بياخذون علي انه يقول الراديو، حتى الطلاب يعني على فكره انتم لو تشوفون الطلاب لما يطلعون في اوقات مثلا خلينا ناخذ حتى من الثانويه، احنا قاعدين نقول حتى عمليه الضبط في ايام اختبارات الطلاب في عمليه انفلات، فانت تخيل الطالبات بيطلعون والطلاب بيطلعون، انت ما تضمن ايش اللي ممكن يصير في لحظه هالانفلات. طيب هذا طيب قبل شوي كانت الدكتوره لميا تطرح فكره انه الطالبات وصلوا الى سن يهيئ لهم الخروج وعدم التحكم في خروجهم، كيف تعلقين على هذا الطرح؟ عفوا ما سمعت سؤالك. الدكتورة لميا كانت تطرح قبل شوي تقول أنه هذا القرار قرار صائب، وأنه الطالبات وصلوا إلى مرحلة عمرية وفكرية من حقهم أنهم يختاروا أوقات خروجهم ودخولهم للجامعة، وأنه ما في إشكال في هالموضوع. أنت كيف تعلقين على هذا؟ هل البنت اللي عمرها 17 سنة نفس اللي عمرها 24 سنة تفكيرها؟ إيش تعلقين؟ هل البنت اللي بتجيك، هل اللي بتجيك بنت ثانوية عامة جاية من 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 عملية أنه لا زالت في بنات أنا أتكلم يا دكتورة، أنه في بنات عندهم تجاوزات وفي شباب عندهم تجاوزات، لكن البنت لما من السنة الثالثة والرابعة ولما توصل بعد البكالوريوس والماجستير خلاص بتكون ناضجة فكريا، فهل يعقل أنهم تفكيرهم واحد أخلاقهم واحدة؟ إيش تعلقي يا دكتورة؟ تفضلي. شكرا أستاذة منيرة لرأيك، والاختلاف في الرأي لا يفسد للودي قضية. أكيد. أيوة. لو بناخذ دائما الجانب السلبي في أي شيء في الدنيا للتغيير عمرنا ما حنتحرك خطوة. إذا حننتظر أن القرار يطبق من الجميع أو من جميع الجهات حتى يفعل، فإذا هذه حندخل في مرحلة تغيير بطيئة جدا، بطيئة الإيقاع. العالم يتغير، ولما نتكلم نقول ان فيه الجيل غير جيلنا، هذه في كل جيل حيظهر نفس الرساله هذه، ان في كل جيل غير جيلنا. التجاوزات موجوده في اي مجتمعات موجوده، فليش احنا نفترض ان احنا مجتمعنا غير ناضج؟ هل تم اختباره؟ هل فتح المجال وصارت في تجاوزات؟ اذا حدثت تجاوزات فلتعالج التجاوزات، ولكن لا نفترض ان يعني لا اذا معلش انا تركتك تتكلمي على راحتك ولا قاطعتك، فاسمحي لي ان انا ابين وجهه نظري في هذا الموضوع. تفضلي. في اي شيء ان في اي تغيير وارد انه يكون في نوع من يعني حيكون بحاجه لاعاده الضبط، يترك المجال في جهات طبقته وما صارت فيها اي مشاكل، واذا حدثت مشاكل تعالج المشكله بحد ذاتها، ولكن هل نطبق المنع على الجميع؟ لان يمكن احتمال ان لما يطبق القانون يحدث فيه مشكلة، لا ما عمرها حتصير بهذه الطريقة، ولو حنمشي بهذا التوجه عمر بلدنا هذه ما حتتغير، حنظل رجعية وبالعكس متأخرين عن الركب. يعني السياسات الحديثة حاليا أو حتى سياسات الدولة نحو التغيير ونحو تمكين المرأة وإعطائها الثقة، فنعطي بناتنا الثقة، يعني مو لهذه الدرجة إحنا نشوفهم أنهم فالتين يعني فقط، وإن إذا حبسناهم إلى وقت الدوام الرسمي إنها البنت ما حتفلت، البنت حتفلت في أي وقت إذا هي فالتة، والبنت المحترمة تحفظ نفسها في أي وقت. أعطوا الناس الثقة لحتى يتصرفون على قدر هذه الثقة، ولو أخطأوا وتجاوزوا هذا دور نحن نقومهم. وين التربية؟ وين القوانين؟ وين الأنظمة؟ يعني للتو يعني حضرتك لما طرحت موضوع عن مكة أو غير أن فيه يعني توجه من الأمارة نفسها لضبط الأمور، لو حدثت تجاوزات حتتدخل الجهات العليا لضبط الأمور. طيب عن إذنك أسمع رأي الأستاذة منيرة، تفضل يا أستاذة. لا أنا الظاهر الدكتورة فهمتني غلط، أنا ما قلت يمنعون، أنا قاعدة أقول يتدرجون. الموضوع لما تفتح المجال ما هي الحكمة من التدرج؟ لا أنا ما رفضت، خليني بقول لك شيء دكتور، أنا قلت لك ما رفضت موضوع الخروج، أنا قاعدة أقول لك الله سبحانه وتعالى لما أنزل أمر الصلاة ما قال صلى على طول، وضعها بالتدرج وهي الصلاة أهم شيء. الصلاة حكم شرعي أحد الفرائض، هل منع الطالبات من الخروج تساوي بالصلاة؟ لا 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 انت ما يعني الامثله تضرب ولا تقاس، وهذا موضوع اصلا غير قابل للقياس. انا ما قلت يمنعون دكتوره، انا قاعده اقول يتدرج الموضوع، يبداوا من الـ ويوضع حتى ما وضعوا ضوابط، وحتى لانك لما تفتح المجال لكل المراحل انت ما تقدر تضبطها، لكن انت الحد لأن احنا ما نضع الشك، احنا ما نقول شك، وانا قاعده اقول لا بس انا ارجع اقول احنا استاذة منيرة جامعة الطائف طبقت هذا القانون، هي فقط اعلنته. لو دخلتي على هاشتاج القرار نفسه هذا او مش القرار الجامعة نفسه حتلاقي ردود طالبات الجامعات تقول انه هو اصلا مطبق، فاذا تعدوا مرحلة التدرج، حاليا مرحلة اعلانه بشكل واضح الى الجميع.
وليس يعني عدوا مرحلة التدرج. جامعة الملك سعود طبقت هذا القرار. طيب يا أستاذة منيرة، يعني واضح أنه في نقطة الاختلاف بينكم حكاية التدرج. هي تسألك أنه إيش الحكمة من التدرج؟ لأنك أنت، أنا قاعدة أقول لك عدد الطالبات بكثرة ما راح تقدر تضبطها. لا نقعد لا نقول نتكلم، احنا نقول لك والله احنا في عالم في مدينه فاضله. الموضوع لابد منه فيه، لانك انت علشان ما تتغلب عليك، وانت لاحظه انه احيانا للاسف الشديد لما تخطا خطا بسيط البنت يكبرها المجتمع، صح ولا لا؟ فيرجعون يقولوا لك والله عيدوا الفكره في موضوع القرار. مو هذا اتكلم عن هذا القرار بشكل عام، القرارات بشكل عام. فعلشان انت تفكر تغلق باب الافتراضات لأي موضوع، يتدرج الموضوع بالتدريج، يبدأ من الأكبر فالأصغر. لكن أنك تساوي الجميع بنفس القرار هذا، أنا ما أدري، بس أحس أنه في لازم يكون في عملية استفتاء. طيب اسمحي لي استغلالا للوقت أخذ رأي الدكتورة في هالنقطة بالتحديد. الحين الأستاذة منيرة المشخص تقول أنه تدرجوا، أنه اسمحوا للدراسات العليا أولا ثم لطالبات البكالوريوس وبعدها، أنت إيش تعلقين؟ أي قرارات لما تصدر لا تخضع للأهواء الشخصية، لا تخضع لوجهة نظري ولا وجهة نظرك ولا وجهة نظر الأستاذة منيرة، مع احترامي للجميع. في مصلحة عامة تتحقق، المصلحة العامة أو بشكل منظور عام، لا يوجد ما يمنع خروج الطالبات في خارج أوقات اللي هو نهاية الدوام الرسمي. وبالتالي انت ضد التدرج في هذا الموضوع؟ لا، انا مو ضد اصلا. يعني انت كيف تمنع شيء؟ لا، كوجهه نظر بس، احنا ما نتكلم عن القرار، كوجهه نظر انت الشخصيه. ما هو ضد التدرج، انا اصلا ضد المنع. ليش انك تمنع شيء؟ ليش تمنع شيء اصلا ما هو ممنوع؟ الاصل في الامور الاباحه. ليش التعسير؟ ليش دائما ننظر الى الامور السلبيه من اي جهه ونمشي كندرء المفاسد؟ اي مفاسد هي التي حصلت؟ المفاسد حتحصل سواء منعت الطالبات او ما منعتهم. حاليا احنا في عصر، يعني عصر تطور تقني، عصر تكنولوجيا، اللي يعني البنت او انه اذا كانت في توجهات خاطئه حتكون موجوده في اي مكان. طيب استاذه منيره، بنقول لك هذا السؤال الاخير يعني قبل ما اودعك. الحين الاستاذه او الدكتوره لميا تقول لك انه اي تجاوزات احنا خايفين منها حتصير حتى في حاله المنع، وانه الاصل في الامور انه تكون اباحه وليست منع. كيف تعلقين على هالنقطه؟ أنا راح أقول لك شيء. ليش أنا قلت لك التدرج؟ لأنك حسن تدرس نتائج هذا التدرج. هل أنا أقول لك طالباتنا كلهم منعهم؟ بالعكس، مفرسات في كل مكان. بس أرجع وأقول أنه أحيانا يكون في خطأ، الخطأ ممكن يكون واحدة سنتين ثلاث وراح يقيسونه. لما أنت تبدأ بالتدرج هنا نتائج القرار هذا راح تبين هل هي بتكون إيجابية ولا سلبية. بس ترى أستاذة منيرة، ترى ما في تشابه بين الدراسات العليا والبكالوريوس، يعني هناك جدول ومنهج وطريقة أصلا في الدوام مختلفة تماما عن البكالوريوس، مختلفة إلى حد كبير، لا في عدد الأيام ولا الساعات ولا الطريقة، مختلفة كثير. أنا أبغى أخذ رأيك النهائي الآن قبل ما أترك، لأنه يعني أستثمر وجود رأي مختلف في هذا الموضوع. الطرح الآن من قبل الذين يباركون هذا القرار أنه هذا من حق الطالبات، وأنه الأصل أن نفترض في الطالبات الالتزام والانتظام، وأنه أساساً موضوع المنع كان خطأ ومن المفترض أنه يفتح من أول وما يكون في منع. الزبدة وش تقولين في رأيك فيها؟ بقول لك شيء، المفروض انه ما كان فعلا، ما كان مفروض. لكن انك ادمش تقول انه بعد هالسنوات الطويلة بعد ما كان ممنوع تسمح له، قبل ما تسمح له وانت في اشياء كثيرة تدرجت فيها عشان تصدر قرارات كانت فيه بدايات تقدمات، زي قيادة السيارة للمرأة ما كان على طول، كانت فيه مقدمات، عمليات ورش عمل، عمليات تثقيف، تهيئة المجتمع، وبعدين صدر القرار. وصار المجتمع ثلاث ارباع تقبل الوضع. احنا الحين نقول ليش ما تتدرج؟ حتى لو أنت تتكلم على 25 سنة مضت أو 30 سنة مضت كان الخروج من الجامعات شيء طبيعي، لكن أنت تتكلم فجأة تفتح لها بواب تقول تفضل، يعني عملية التدرج هذه راح تشوف نتائجه. إذا وأنا متأهل، ما هو أنت يا ما هو أنت يا أستاذة منيرة ما رضيتي إلى الآن تقولي لنا وش مخاوفك من أنهم يفتحوا لها البوابة وتطلع. الى الان ما رضيتي، خليك واضحه، قولي لنا واحد اثنين ثلاثه. لا، عمليه التخوف امنيا اخلاقيا، ما الموضوع مروريا؟ وشو امنيا؟ علمينا وشو امنيا؟ يعني موضوع، معليش يا مفرح، كم عدد صار سكان المملكه؟
وكم جنسية صارت موجودة في المملكة؟ هل جميع الجنسيات إحنا نقول لك والله نتكلم عن سعوديين وغير سعوديين، هل جميعهم أسوياء؟ طيب أنت تتكلمي أمنياً على موضوع الحوادث صح؟ الحوادث. طيب ممتاز. مرورية. طيب علمينا علمينا وش أخلاقياً؟ معلش حتى الحوادث فرصة الحوادث حتكون أكثر لما تخرج الناس كلها في وقت واحد. طيب بس خلنا نسمعها دكتورة ها، وش أخلاقياً؟ ما هم بيخرجون في وقت واحد هالحين الطالبات. وش أخلاقياً يا أستاذة منيرة؟ عشان بس نفهم وجهة نظرك. هل بيكون مثلاً معقولة ما راح يكون في مثلاً نوع من المضايقات بين الشباب والبنات؟ خلينا نتكلم بصراحة نفرح. وهذه إيش الفرق لو أنهم طلعوا الساعة 12 أو الساعة 2 أو الساعة 10 إذا كان في مضايقات؟ يعني نفس الشيء، الوضع نفس الشيء ما حيتغير. راح يكون يا دكتوره بس بنسبه اكبر من انه الان موجود. راح يكون بنسبه اكبر. بالعكس يعني المنطقي اذا كان في تحرشات انهم يجون نهايه الدوام مثل ما يصير في مدارس الابتدائي او مدارس عفوا المتوسطه والثانويه. ما انا قاعده اقول لكم ابدوا بالتدريج علشان نشوف النتيجه، لكن لا نفتحها على مصراعي ونقول والله ها خليهم يصيرون يجربون في بعض، انا فلحت ما فلحت. لا درجوا القرار، لانه المشكلة عندنا إحنا في بعض القرارات ارتجالية. أخطر قرار أنا قاعدة أرجع وأقول أخطر قرار موضوع القيادة ما كان ارتجالي، كان تدريجي، عشان كذا المجتمع ثلاث أرباع قبله، واللي ما قبله لا زار يراجع نفسه أنه راح يقبله. يعني هيئ نفسه في القضية. أرجع وأقول موضوع القيادة كان أخطر قرار، ومع ذلك تقبلها المجتمع، ما أننا كنا متوقعين أن الناس راح تثور ثورة، وبالعكس ولله الحمد حتى الآن صار فيه وعي أكثر وأكثر، وبالعكس يعني حتى اللي كان رافضه أمس كان حتى الآن ينتظر القرار متى يصدر ويتفعل، عفوا يتطبق في 10/10. فأرجع وأقول التدرج هو الأفضل في كل القرارات. طيب أستاذة منيرة شكرا جزيلا لحضورك معنا ولرأيك في هذا الموضوع. أرجع أستثمر اللي باقي من الوقت، يمكن طرحنا أكثر المحاور في الاتصال اللي صار بينكم. وش أبرز تحفظاتك على طرح منيرة المشخص؟ حاليا نتفق ان القرار ما فيه اي مشكله. انا والاستاذه منيره نفس الشيء، نحن اتفقنا القرار صائب لانه ما في اصلا مبرر الى المنع. اشكاليتها في موضوع التدرج هي بالنسبه لاشكاليه التدرج نقول نسميها المحافظين عاده يتدرجون في قرارات، ياخذون وقت طويل في التريث، يحسبون المخاطر بشكل كبير، وفي استراتيجيات التغيير هذول ما نقولها أحزاب، نقول هذه فعلا هذا نمط أو هذه مدرسة تفكير، وفي مدرسة تفكير أخرى. إذا ننظر دائما إلى بأسلوب المحافظين أو بطريقة التخوف من التغيير ووضع يعني الخطر مقدم على المصلحة العامة، ما عمرنا حنخطو خطوة. طيب هي طرحت نقطتين، تقول أنه بعض الإشكاليات اللي هي تراها من وجهة نظرها إشكاليات أمنية، أن خروجهم حيسبب ازدحام وحوادث، كيف تعلقين؟ الحوادث يعني العكس وارد أنها تكون لما يخرج جميع الطالبات في وقت واحد، وبالتالي أولياء أمورهم، لو افترضنا أنهم أولياء أمورهم أو سياراتهم لأنهم حيسوقوا سيارات إن شاء الله، كلهم حيخرجون في وقت واحد، فأكيد الازدحام حيكون أكثر من لو أن كان المجال مفتوح للجميع. النقطة الأخيرة في طرحها حتى نوفي كل النقاط كانت تقول أن هناك مخاوف أخلاقية أنه يصير في تحرشات وغيرها، كيف تعلق؟ نفس الشيء، يعني إذا كانت في مخاوف تحرشات أخلاقية ما حتفرق لو أن خرجوا في وقت الدوام في وقت واحد أو خرجوا بعد ساعة من الدوام. الخطأ خطأ والصح صح، ما له علاقة بساعة. دكتورة لمياء إبراهيم شكرا جزيلا لحضورك. الله يسلمك يعطيك العافية. شكرا جزيلا لكم. كان هذه القضية أمامكم، استعرضنا كل الآراء المع والضد كالعادة. يا هلا، منبر مفتوح للجميع، وتبقون أنتم دائما وأبدا الحكم. بعد الفاصل مكملين معكم.